السلام عليكم. جيت تاني، ديت تاني سنة من طبعة كتب المدارس، الترم التاني اهو، الفصل الدراسي التاني 22 23، تمام. ودي طبعا العلامة المئوية بتاعتها. طبعا الكتب ما شاء الله نظيفة قوي، الوانها زاهية جدا. طبعا كاميرا الموبايل مش حلوة خالص ما شاء الله، الكتب من كتر ما هي حلوة، اعلى فيرجن في السوق، اعلى طبقة من الكتب. الكتب تنزل 3 طبقات تقريبا. ده كتاب العربي اهوت، اهو طبعا بتنزل الكتب 3 درجات. دي اول درجة، طبعا الورقة بتكون محملة قوي ما شاء الله، وبيكون عليها التاريخ والالوان بتاعتها كده طبعا، ولا هي بقى الالوان خفيفة، لا بالعكس الالوان بتاعتها بتكون زاهية جدا وبتكون ناطقة كده زي ما انتم شايفين. في الفيديو اللي فات شفنا اولى ابتدائي ان في الاخر الكتاب فيه ستوري، كنت انا قلت السنه اللي فاتت يا جماعه عن الكتب الكيجي ان كتبي ولا كانت الترم الاولاني، والله ما فاكره ان كتاب العربي كان متغير، والكتاب اللي هو الكتب القديمه ما كانش فيها ستوري من ورا، واثبتت لكم السنه اللي فاتت كده وحصل فعلا كلامي كان صح. دي نفس الطبعه اللي انا بجيبها على طول، ما بجيبهاش غير من حد يعني موثوق منه جدا. كتاب اولى ابتدائي برضو الترم الثاني في الاخر فيه ستوري، ده كتاب تانية ابتدائي اهو، ده كتاب تانية ابتدائي، نشوف في الاخر يا ترى فيه ستوري ولا لا. لو فيه ستوري هيكون متغير عن الكتاب بتاع السنة اللي فاتت. هو كده الكتاب العربي مفيهوش اي حاجة من ورا، بس الكتاب العربي بتاع تانية ابتدائي، بس الكتاب اولى كان فيه، كتاب اولى كان فيه، كان متغير عن السنه اللي فاتت، تمام. ده مش شايفين الالوان اهي، بنيجي ده طبعا عليها التاريخ ماشي. ده كتاب الكونكت بلس، الكونكت بلس طبعا بيبقى كتابين، الاستودنت والاكتيفيتي، بس الكونكت بلس مش بيجي مفكوك كده، لا الكونكت بلس بيجي متسلفن زي ده كده، بيجي متسلفن كده، سلوفانه جامده جديده مقفوله، تمام، سلوفانه مقفوله كده اهي، لازم تتفتح، لازم تتقطع تتمزع عشان تتفتح، بس انا فاتحه ده علشان خاطر نشوفه من جوه، انا كان لازم افتح كتاب واحد بس. طبعا ده الكونكت، كتاب الكونكت كتاب واحد فقط، اما البلس كتابين. ده كتاب الكونكت اهو، على التاريخ اهوت وعلى العلامه المائيه طبعا اهو، من جوه حاجه منوره كده مزهزه اهو، ده كتاب الكونكت تمام. الكونكت كتاب واحد، البلس ده الاكتيفيتي، الاكتيفيتي دايما ابيض واسود، اما الستيودنت بيكون الوان تمام. وكتاب الكونكت بلس مش بيتكتب عليه تاريخ، الكتاب هو ده والماس والديسكفري في سنه تانية ابتدائي، الثلاثه دول مش بيتكتب عليهم تاريخ اهو، من جوه ما شاء الله ده كتاب الستودنت بتاع تانية ابتدائي، في من ورا حلو قوي، وده الاكتيفيتي بوك اهو، كتاب طبعا ملزق في بعضه بيطلع صوت، انا بلزق في ال تمام. كتاب الديسكفري طبعا ده ديسكفري بس، من اول تانية ابتدائي بينزل ديسكفري وبينزل ماس اهو، وده كتاب الماس، المجاميع كاملة يا جماعة، هنسلم ان شاء الله اولى وتانية وتالتة ابتدائي، وهنسلم كمان رابعة والكي جي 1 لسه، يعني هنزل بالفيديوهات ان شاء الله عشان الناس تعرف هي بتستلم ايه. ده كتاب الماس بتاع تانية ابتدائي، وده كتاب القيم اهو، التاريخ عليه اهو، ده كتاب القيم بتاع تانية ابتدائي اهي يا جماعه، ما شاء الله هي بتتكلم عن نفسها ان شاء الله. تانية ابتدائي هتكون عامله
عندي 260 بس. شكرا.